مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم. يتجدد اللقاء وبرنامج ستات كوم معايا زميلتي العزيزة مي عبد السلام. أهلا وسهلا بك يا مي. أهلا بك يا هناء، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير وسعادة، ويا رب يا رب يجعل رمضان القادم إن شاء الله خير، ويكون خلصنا من الوباء من ومن الأزمة مرض إن شاء الكورونا. الله. إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. وانت النصف طيبة النهاردة من شعبان، طبعا. تقبل الله منا جميعا يا رب من الأمة اللهم الإسلامية. آمين. وبنرحب بأستاذة نجلاء، أهلا معانا بحضرتك. ضيفتنا الجميلة أهلا أستاذة وسهلا. نجلاء مغاوري، أستاذة أهلا نجلاء بحضرتك. عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المشروعات، أمانة أهلا محافظة بيك. الجيزة، حزب أهلا مستقبل بيك. وطن. أهلا وسهلا بحضرتك يا أهلا أستاذة وسهلا نجلاء. بحضرتك. نجلاء أهلا منورة بيك. النهاردة ميرسي جدا، في ميرسي جدا برنامج بحضرتك. ستات دوت كوم. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. كلمينا عن دورك النهاردة. النهاردة موضوع حلقتنا الأول عن مواجهة الإشاعات في ظل الأزمة اللي احنا بنواجهها وبتواجهها الدولة. زي ما احنا عارفين ان كل يوم والتاني بنطلع بخبر مغير للخبر اللي قبله، يعني الحالات في تزايد مستمر. امبارح كان ونسبة في الشفاء يا هناء مش الحمد لله بتزيد برضو، وايضا نسبة أكيد. الإصابات بتزيد. في المقابل إن النهارده في في نسبة خبر جديد، مصابين لكن في نسبة شفاء رئيس كويسة الوزراء النهارده تدي أمل للأسف وتفاؤل يعني. مد الحظر كمان أسبوعين من الساعة 8 للساعة 6. أكيد أكيد. فيعني انا اتمنى ان زي ما مي قالت رمضان يجي ان شاء الله، بكل واحنا خير يا رب ربنا كده جميعا على معافينا الأمة وشافينا الإسلامية. ورفع عنا البلاء طبعا باذن الله. سيادة رئيس مجلس الوزراء طلع مباشر وقال على لسان سيادة الرئيس ان الاشاعات مش لازم ان احنا نردد الاشاعات، وان احنا نكمل ونستمر ان احنا على كده، على الناس تفضل في بيوتها والناس تفضل لما أمهنا يا أستاذة نجلاء لما أجي أتكلم الاستمرارية عن على كده. الإشاعات، الإشاعات مش وليدة يعني العصر اللي احنا فيه، أو مش وليدة اللحظة اللي احنا متواجدين فيها. الإشاعات أصلا كمان الإشاعات من موجودة زمان من جدا، من زمان، التاريخ الأنبياء الإسلامي كلهم والتاريخ اتعرضوا أكيد للإشاعات، طبعا الصحابة أكيد اتعرضوا. يمكن أكيد. من أشهر الحوادث في الإشاعات حادثة الإفك بتاعت السيدة عائشة رضي الله طبعا تعالى عنها رضي الله وأرضاها عنها وأرضاها. وبراها الله سبحانه وتعالى أيوه من فوق 7 سماوات. فهي أيوه الفكرة إن احنا لو هنقعد نتكلم عن الإشاعات مش هنخلص، مش لأن هنخلص، هنشغل بالنا أكيد بحاجات، أكيد. وطبعا يعني عشان هنضيع وقتنا في كمان الفاضية. يعني عشان عجلة الإشاعات العمل تدور، احنا بالظبط، مش هنفضل نسمع كل شائعات وفي ناس مغرضة لكده. الإشاعات أساسا بتبقى بالظبط، لازم بدايتها كذب. نكبر دماغنا شوية ولا لا، بالبلدي زي ما بتنتقل من شخص بنقول لشخص، ونركز ولما على بتنتقل من هدفنا. شخص لشخص هي طبعا بتاخد شكل آخر، فهي الكذبة بتبتدي تكبر. لكن احنا بناخد طبعا من مصدر موثوق لي، لو انا كشخص هسمع اشاعه لازم اتاكد من المصدر بتاعها، على اساس ان انا ما انقلش حاجه انا مش متاكده من المصدر بتاعها. فيعني كمان أنا عايزين عندي نقول خبر يا مي اتفضلي. بيقول يعني انا عايزه اقول لكم ان الاجهزه المعنيه في مصر رصدت اكثر من 20,000 اشاعه خلال فتره قصيره. طبعاً. الغريبه في الموضوع أيوة. ان مش ال 20,000 اشاعه، ايوه الغريب ان احنا المفروض مجتمع متدين. أكيد. احنا مجتمع على فكرة متدين بطبعه، دي طبعا معروفه، دي حاجه ما فيهاش المفروض اختلاف ان احنا يعني. مجتمع تسود الاخلاق والقيم والمبادئ. أكيد. فلما الحاجات دي كلها تبقى موجوده في المجتمع، وفي حين ان احنا في 20,000 اشاعه في المجتمع، في تناقض. وده بيعمل ايه؟ بيخلق صوره من الفتنه اللي هي بتؤدي الى القتل اصلا، يعني الفتنه اشد من القتل. والاشاعات دي كلها المغرضه دي، انت أكيد. بتقتلي دوله وكيان، لكن أكيد. المفروض الشعب على كل فرد المصري، فينا ان هو الشعب يلتزم المصري جدا أذكى من ان هو بالامن والامان بتاعه. الشعب المصري أذكى من ان هو يصدق كل حاجه. لا للاسف انا مش معاكي في الموضوع ده. ليه طيب؟ طيب احنا بنصدق معانا فعلا. فاصل، معانا فاصل، هنطلع المغرب. وهنرجع لكم تاني، انتظرونا. نفطر مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين في برنامج ستات دوت كوم، ومنورانا ضيفتنا الجميله نجلاء مغوري، عضو هيئه مكتب امانه شؤون المشروعات، امانه محافظه الجيزه، بحزب مستقبل وطن. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نجلاء، منورانا النهارده. وطبعا منورانا معانا دايما ان شاء الله استاذه مي عبد السلام زميلتنا العزيزه. واستاذه مي كانت صايمه وفطرت، فربنا يجازيها خير. تحب ادعي لكم بايه؟ تحب ادعي لكم بحاجه معينه؟ ربنا يخليكي تدعي لنا بس. ربنا اهم دعوه دلوقتي، ربنا طبعاً. يرفع عنا البلاء والوباء يا رب. أيوة. ويتقبل منا جميعا ويعود رمضان بكل خير وسعاده. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. مكملين طبعا حديثنا عن الاشاعات. طبعا احنا عارفين ان الفيسبوك ده هو مرتع الاشاعات او الشائعات.
للأسف الشديد دايما نلاقي أصحاب الصفحات يعني بدون وعي أو تقدير للشائعة بيروجوها بالظبط، بدون معرفة حتى اسم أو حقيقة حتى الشائعة نفسها. احنا إيه عندنا صح حاجة ولا غلط؟ يعني نقطة عايزة أقولها، السوشيال ميديا احنا أول ما حد بينزل خبر على طول بندري شير 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 هو بس بيعجبنا في أي حاجة يعني احنا سواء منعرفش صح أو غلط. أيوة. عاملين السوشيال ميديا اللي هي المصدر، وده غلط جدا لان احنا بنلف الخبر على مليون حاجه وكله بيصدق الخبر ده، فاحنا لازم نتحرى الدقه في كل كلمه بتكتب على السوشيال ميديا. وده بيخليني اسالك يا استاذه نجلاء، اتعرضتي لاشعه قبل كده او اي شائعات مغرضه وانت صدقتيها وعملت لها شير برضو؟ انا ما صدقتهاش بصراحه. اسالهولك برضو. ما صدقتهاش بصراحه. اللي حصل بسبب السلع التموينيه، ان قالوا السلع التموينيه هتنقص وكل واحد، طبعا الموضوع ده حصل في بلاد تانية طبعاً. الحمد لله ما حصلش عندنا. السلع التموينيه هتنقص، وطبعا في ناس، في بعض الناس راحوا خدوا يعني حاجات، مش هنقول الاسماء، وخدوا كل حاجات انا ما صدقتش بصراحه. الماركات كانت مزدحمه جدا، الناس بتخزن حاجات كتير جدا. ده من فتره قد ايه؟ انا وناس كتير على فكره، مش انا بس، انا وناس كتير، احنا اللي احنا ماشيين عليه جبنا الحاجات اللي احنا بنحتاجها. والله احنا في الازمه، وزي الازمه اللي احنا متواجدين فيها، احنا ما خزناش اكتر من الحاجه المعتاده. بالزبط. لازم اراعي حق غيري في الموضوع. أيوة. يعني انا لما اخد كل الزيت الشراء، لما احنا كل حاجه نشتريها، السكر، الرز، الحاجات دي، مش هخلي لغيري حاجه. بالظبط. وفي ناس غلابه يا دوبك بتجيب كوت يومها، واحنا في ازمه، المفروض ان احنا نشيل بعضينا، المفروض ان احنا نراعي بعضينا. تمام. يعني ده قد يكون ابتلاء، فالابتلاء يجي من عمل الخير، من كثرة وده بيجي يعني وعمل الخير طبعا، من قلة الوعي. بالظبط. اللي زي ما قلت طبعاً حضرتك او استاذه مي، ان مواقع التواصل الاجتماعي هي مرتع برضو للاشاعات والشائعات وترويجها بدون معرفه حقيقتها. للاسف برضو الشعب المصري مفتقد لحته الوعي ومصدرها، احنا لازم نكون عارفين مصدرها برضو. مكان احنا خاص فعلا او ارض خاص متاكد مصدر يعني الخبر. خبر عن وزاره مين اللي الصحه بيقول الكلام لازم ده؟ يكون صادر عن وزاره الصحه، خبر من الاوقاف او بالظبط. لازم ارجع للوزاره، لازم ارجع هي اللي طبعاً قالت الخبر ده ولا لا. ما مش كل حاجه نعمل زي الرئيسيه بتاعتها يعني، او خبر ده غلط مظبوط ولا لا. تمام. اول الامر اتقال ان المساجد اتقفلت، ما كانتش لسه اتقفلت. اتقال حاجات كتير ما كانتش لسه حصلت يعني. فهو من غير ما يكون بوست قدامي مش موجود المصدر بتاعه، فانا ما اثقش فيه، ارجع للمصدر واعرف الموضوع صح ولا مش مظبوط. زي حكايه برضو زياده السلع التموينيه، زياده اسعارها. انا عايزه اقول لك، على الرغم ان هي بالفعل كمان حمايه المستهلك بقى في رقابه على المحال والماركات بسبب ارتفاع الاسعار. اي حد يلاقي، اي حد من الساده المشاهدين بيلاقي ارتفاع سعر في اي مكان معين بيبلغ جهاز حمايه المستهلك. وانا اتمنى ان وده مهم جدا ان احنا نبقاش حمايه المستهلك دلوقتي على الشاشه، اتمنى لو حد يقدر ينزله فريق الاعداد، لان فعلا في حاجات كتير جدا اسعارها غاليه. انا بروح اشتري بما اني ست بيت طبعا، فبنزل اشتري. لا بلاقي الحاجات اسعارها فعلا في ازدياد. فاحنا لسه بس حاليا مش في رقابه، مش ازمه وبنعمل دلوقتي مستقر وجهاز حمايه المستهلك عليها الدنيا. في رقابه على طبعاً المحال طبعاً التجاريه دلوقتي. تمام. ده عايزه اقول يا هنية ان في رسائل قبل ما نتكلم عن الرسائل، كانت استاذه نجلاء بتتكلم برضو عن مواقع التواصل الاجتماعي. ما احنا قلنا طبعا ان لازم يكون في رقابه على الفتن اللي بتحصل دي، بتهدف لاثاره البلبله طبعا. اكيد. واحداث فتنه في المجتمع. هو فالمجتمع في لو بعض ما كانش واعي، لازم نتكلم عن حته الوعي دي، مهمه جدا. طبعا. وعي طبعاً. الفرد بعض الاسره الناس جميعا بتصدق الحاجات دي، بس احنا بنقول احنا لازم نتاكد، ولازم برضو دلوقتي كلنا نتكاتف ونكون ايد واحده علشان خاطر الازمه اللي احنا فيها ديت نعدي منها، لان الموضوع بتاع كورونا دوت في ازدياد. وده دور المراه، دور المراه مهم جدا انها توعي افراد اسرتها. طبعا سواء الشراء، سواء كلنا ما شاء الله احنا دلوقتي كل شويه بنخزن بقى عشان رمضان، احنا داخلين ان شاء الله على موسم رمضان، فدور المراه مهم والله جدا. والله احنا ناخد على قدر امكانياتها او احتياجاتها عشان ما يقلش المعروض. يعني الحاجه العرض هيقل لما يكون في كميه شراء جامده. انا كنت بنوه على صفحتي الوعي ازاي انا اتكلم مع يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
عن حتة الوعي دي بالذات يا أستاذة نجلاء، الوعي والثقافة، لازم أعرف الخبر ده صح ولا مش صح؟ لازم نتأكد طبعا من كل خبر يكتب على السوشيال ميديا، من كل شيء، من المصدر بتاعه. وسيادة الرئيس طبعا كل فترة بيدينا بيان إن إحنا لازم برضو ناخد بالنا، ورئيس الوزراء برضو، فإحنا لازم برضو إيه ناخد الحاجة موثوقة. تمام. من المصدر لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، اول رساله قالها مش عايزكم تقلقوا، عايزكم تطمنوا جدا، كل حاجه معمول حسابها. وده كان بيكلمنا على اساس اب لينا. وكمان كان في رساله ثانيه قال الستات يتفضلوا يستريحوا في البيت وهياخدوا مرتبهم بالكامل، وكمان كبار السن من الرجال. وعندنا 6 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، وثلث العدد ده بيديروا الدولة بأفضل صورة موجودة. وقال كمان إنه بينزل بنفسه من غير أي موكب أو بشكل غير رسمي، يعني بشكل شخصي كده، بينزل بنفسه وبيتابع كل حاجة موجودة في الدولة. وده كمان احنا بنوجه رسالة شكر وتقدير للدولة ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه الشعب واتجاه طبعا الدولة. ورابع رسالة قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انهم مش عايزين نشكك في قرارات طبعا الدولة، وكل حاجة قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنفيذها بالفعل، ومش عايزين نسمع للناس المغرضة اتجاه الدولة، لان الشائعات ديت فعلا فعلا يعني ممكن تهد اي دوله في العالم مش بس في مصر. فاحنا لازم يكون عندنا ادراك ووعي لكل كلمه بتتقال، وما نصدقش اي كلام احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، ويا ريت ما نشيرش اي خبر دون التحقق منه. ده بيودينا يا هناء طبعا ده ناسين حاجه مهمه جدا كمان لازم نتكلم فيها من الناحيه الدينيه، ان اصلا صاحب الاشاعه او مروج الاشاعه كمان، يعني في اثنين بيشتركوا في الاسم، صاحب الاشاعه مروجها كمان، الاثنين بيتصفوا بصفه الكذب. مش كده بس، ده بيتصفوا بصفه الفاسق، ولا تقبل شهادتهم امام القاضي في الدين الاسلامي. يعني في ثلاث بتدمر دوله بكل الاشاعات دي كلها بالظبط، اتصف بيها مروج الاشاعه وصاحب الاشاعه. أكيد. مش كده بس برضو، ده بيقول لك ان الاشاعه دي وترويجها ومروجها يعتبروا من اخطر انواع الكذب. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا ان هي بتهدف لصاره البلبله واحداث الفتن في المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالموضوع مش اي حاجه تتقال تبقى صح بالظبط، مش اي حاجه تتقال اروح داخل معلق تحتيها سواء بالايجاب او السلب دون وما نشيرش اي خبر وما نشيرش. ولان كمان دلوقتي في قانون بينص على مروج الاشاعات انهم هيتم حساباتهم، الموضوع ما بقاش لانهم يعتبروا خائنين يعني بالفوضى اللي هي كانت موجوده، لانهم يعتبروا خائنين للوطن بالظبط. ربنا برضو قال ان الله لا يحب الخائنين. انت بالزبط. بتعمل ايه؟ انت يعني بتخلي الدنيا تقع في بعض، بتبهدل الدنيا، بتعمل فتن في المجتمع، حاجات كتير جدا. تمام. فالتصدي للشائعات زي ما قالت الاستاذه نجلاء، ان اولا لازم يعني اعرف اصل المعلومه او مصدر المعلومه جاي منين. استاذه نجلاء قولي لنا ايه اللي ممكن السيده المصريه او كل ام ممكن تعمله عشان توقف موضوع الشائعات دوت لابنائها؟ طبعا كل حد في افراد الاسره ماسك الموبايل التاب على طول شير اي خبر. ايه دور الام انت شايفه ممكن تعمله اتجاه اسرتها ايه؟ هو الام طبعا لازم توضح لاولادها في البيت ان في حاجه ممكن تتصدق وحاجه ممكن ما تتصدقش، وبرده نرجع زي ما قلنا على المصدر الاساسي للمعلومه، وهم برده بيطلعوا علينا وبيوضحوا لنا المعلومات ديت، واحنا برضو بنبص يعني ايه الحاجات اللي هم بيتابعوها. يعني كل ام برضو بتبقى بشكل او باخر بتتابع ابنها او بنتها في الحاجه اللي هم بيشيروها، او اللي هم بتخش على صفحاتهم، مش بتراقبهم بس برضو ايه يعني ما ينفعش كل ام تحسس ابنها ان هو متراقب. مش طبعا المفروض تزرع فيه، هي صديقه في الاول وفي الاخر بالظبط، وبالاقناع كده بتتكلم معاه بتفهمه. هو كله بيربينا على فكره، يعني تحس ان هو اللي تفتكري ان الموضوع ده بيربيهم. لا ده حقيقي،
أكيد. الولاد بيتعاملوا معايا ان انا مش فاهمه هم اللي فاهمين كل حاجه. بس على فكره ده موروث خطا جدا. أكيد. لازم كل ام هي اللي تربي اولادها، احنا ما نديش الفرصه. لا انا بتكلم على التكنولوجيا، عن استخدام التكنولوجيا. لا طبعا ده استخدام خاطئ بالظبط. الحاجات دي تعلموهم ان الرجوله مواقف مش شنب. لو انت بتربي ولد، البنت لازم تعلميها الاحتفاظ بتعليم دينها بمبادئ الدين الاسلامي، اخلاقيات المجتمع الاسلامي والشرقي. طبعا اكيد الحاجات دي كلها مطلوبه في دور المراه. طبعا مهم جدا بالظبط في التربيه ونشاه الطفل والتعليم كل القيم والاخلاق اللي المجتمع محتاجها. متفوقين علينا. متفوقين بكتير. انت عايزين نعرف برضو بتعملي ايه في الحظر؟ احنا يمكن دلوقتي خلاص الحظر على وشك ان هو يبدا. كانت في رساله عجباني للرئيس ان الستات تقعد في بيتها ومرتباتنا. ما ده قرار. انا دي رساله كانت عند الرئيس عبد السيسي امبارح، كان بيقولها ان لازم يكون في تكاتف في الدوله مع افراد الاسره. يعني دلوقتي السيدات هيقعدوا في البيت وياخدوا كامل المرتب بتاعهم، كمان الرجال الكبار في السن بياخدوا المرتب بتاعهم دون النزول الى العمل. فيه قرارات الحكومه النهارده مهمه جدا، عايزين نعرفها مع بعض ونعرف الساده المشاهدين بيها. بتاريخ 8 ابريل اليوم، اول قرار كان تمديد مده حظر التجوال لمده اسبوعين. تاني قرار كان الحظر على الطرق يبدا من الساعه 8 وينتهي في 6 صباحا، وكمان المحلات تغلق الساعه 5 مساء، وكمان غلق كلي للمطاعم والمحال يومي الجمعه والسبت. يستثنى من القرار الصيدليات طبعا والمخابز والبقاله. الحكومة كمان في خبر يا جماعة مهم جدا، الحكومة تنزلت عن 20% من راتبها للعمالة المؤقتة، وده دور الدولة. احنا بنشكرهم جدا، وطبعا احنا محتاجين كلنا نتكاتف، سواء الناس اللي بتشوفنا دلوقتي اهلنا او اصدقائنا، لازم كلنا نتكاتف وكمان نستمر في الوقاية ضد الفيروسات ونعمل كل الطرق الاحترازية. كلمينا يا استاذه نجلاء عن ايه الطرق الاحترازيه اللي انت موجوده حاليا وبتعمليها برضه. وقبل ما تكلمينا معذره انا معايا احمد من الحوامديه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. الخط فصل. كملي بقى يا استاذه نجلاء. طيب يا استاذ احمد ترجع تتواصل معانا مره ثانيه. كلمينا عن اتفضلي. ايه السؤال؟ ايه اللي بتعمليه في البيت؟ هو بتعمليه عشان تقي اسرتك وكل فرد فيها من فيروسات كورونا. طبعا يا جماعه غسل الايد 20 ثانيه متواصله بالظبط. وطبعا بالكلوركس كل الاسطح، لان طبعا كلنا عارفين ان هو بيترسب على الاسطح. وطبعا الكحول 70%. ايوه. بس غسل الايدين اهم بكتير، لان اي حاجة غسل الايدين بيخش في كل حاجه، لكن الكحول ممكن يسيب حاجه كده يسيب حاجه كده. فانا طبعا يعني بقول لهم فعلا كدا. يعني غسل الايد بس هم عندهم وعي، وده اهم من ان احنا على فكره الاولاد برضو عندهم وعي. يعني هم برضو بيبقى عندهم وعي، بيبقوا عارفين. يعني من في حاجه لازم يتكلم عنها النهارده، بما اننا النهارده 8 ابريل سنه 1970 الساعه 9:30 بالظبط صباحا، القوات الاسرائيليه كانت قصفت مدرسه بحر البقر في الشرقيه، ودي كانت حادثه يعني اليمه جدا. راح ضحيه الحادث 30 طفل وخمسه كانوا مصابين. للأسف الشديد أغلب الأطفال اللي توفوا كانت أعمارهم بين 9 و12 سنة. يعني أقول ربنا يرحم جميع الأطفال، ربنا يرحم جميع شهدائنا ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. دي من الحاجات المهمة اللي كان لازم برضو نذكرها. كان في خبر عن وزارة الصحة متداول، احنا لسه بنتكلم عن الشائعات اللي هي غير صحيحة، مش أي خبر نلاقيه نشيره. وزارة الصحة بتنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا وتؤكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن استخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج الفيروس،
وأن المصابين يتلقون العلاج وفقا لبروتوكول تم وضعه من خلال اللجنة العلمية. تمام. يعني احنا مش لازم احنا نشير اي خبر كده من غير التأكد من احنا نشكر برضو نشكر وزارة الصحة على التفريغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ حضرتك منور البرنامج. كنت عايزة اسال. الله يخليك الله يبارك فيك. معاك الشيخة رضا اسماعيل. معاك. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. اتفضل. كنت عايز اسال حاجه يا استاذه. الصفحه بتاعتي مسروقه وواحد واخدها ويبعت كلام فاضي من عليها. وحط صوره بتاع واحده اسمها رشا محمود، ورشا محمود دي عامله فيها بلاغات من غير ما اعرف البتاع اللي هو رشا محمود دي من غير ما اعرفها يعني. تمام. حضرتك ما بلغتش المباحث، مباحث الانترنت ما بلغتهمش؟ معرفش الرقم بتاعهم. تمام. طيب احنا هنحاول نجيب سؤال حضرتك. حضرتك عايز الرقم ايه؟ وانا مش فاهمه هو عايز يتكلم مع حضرتك دلوقتي عايز ايه. هو عايز يرجع الصفحه بتاعته اللي اتسرقت، صح كده؟ الصفحه مسروقه وبعد عليها كلام فاضي. حضرتك عايز بعد امريكا كمان عليها، يعني يشوف الكلام فاضي بعد لما اخذ صور عريانه يعني. يا فندم سؤال حضرتك ايه؟ هو عايز رقم مباحث دلوقتي الانترنت. احنا خليك متواصل معانا وهنحاول نجيب لك الرقم ونقوله لك دلوقتي في الحلقه ان شاء الله. وطبعا الرقابه على الصفحات دي. هو دلوقتي الصفحه بتاعته اتسرقت وبيبعت عايز يرجعها، وبيقول ان اللي سرق الصفحه بتاعته دي بينزل صور غير لائقه. اشكرك يا استاذ رضا. ده يعني عايز مباحث الانترنت. فانا هحاول دلوقتي ان انا اجيب لحضرتك الرقم واقوله لك اثناء الحلقه ان شاء الله. كلمينا يا استاذه نجلاء عن دور المؤسسه. هل انت لمستي ده؟ حسيتي ان الدوله والجيش دلوقتي متكاتفين مع بعض والشعب كمان، فاحنا لازم يكون لينا دور في المجتمع. دورك كأم بقى تجاه الدوله مش الاسره بس. طبعا الجيش مشكور طبعا، يعني منتشر في الدولة وبيحاول يساعد الناس وبيساعد المؤسسات كمان، فيعني مشكور طبعا انه مساعدتهم وكده. والمؤسسات كمان، المؤسسات بصراحة في ترابط وتكامل مع بعضهم. ده حقيقي. بالظبط. الدولة قايمة بدورها على أكمل وجه صراحة يعني، ولازم نوجه لهم التحية بجميع مؤسساتها. بما أننا بنتكلم عن الأحداث اللي حصلت في 8 إبريل، كان طبعا ما ننساش امبارح كانت ليلة النصف من شعبان. لسنة طيبين. اللهم تقبل يا رب كل طيبين. اللهم بلغنا رمضان. يعني ربنا يرفع عنا البلاء اللهم امين يا رب ويعافينا ان شاء الله. ليلة النصف من شعبان تم فيها او كان فيها حدث مهم جدا، هو تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام. كمان فلنولينك قبلة ترضاها. الله سبحانه وتعالى كان رقيق بسيدنا محمد جدا طبعاً. فكان طبعاً. شايف ان سيدنا محمد يعني حابب مكة. سيدنا محمد كانت مكة حب البلاد إلى قلبه، بدليل أن أهل مكة لما أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أخرجتموني ما خرجت، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكان عارف مدى تعلق قلب الرسول بمكة، ولأجل ذلك تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام بعد ما صلى المسلمين 16 شهر باتجاه بيت المقدس. ده مش دليل على حاجة غير بس ان ربنا سبحانه إرضاء وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وجبر الخواطر. طبعا جبر الخواطر مش تقليل على فكرة من مسجد لمسجد، ومش تجبير من لمسجد على مسجد. المسجدين لهم قيمة عظيمة في الإسلام ولهم مكانة كبيرة عند المسلمين. بالضبط كده. ولكن هي كانت إرضاء يعني وتخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. ليلة النصف من شعبان مستحب طبعا فيها الصيام والصدقة وحاجات كتير وأدعية كتير، منها الصحيح ومنها الضعيف. ولكن حتى لو ضعيف بيؤخذ في فضائل الأعمال، دايما بيؤخذ في الأحاديث الضعيفة في كل وقت في فضائل الأعمال. فالدعاء مستحب فيها.
بغض النظر عن هل هو صحيح او والصيام هل هو برضه صحيح ولا مش صحيح، ولكن جميع التقرب الى الله سبحانه وتعالى دي مطلوبه، خاصه ان احنا في ازمه، ازمه بنواجهها وعايزين ان ربنا يرفع عنا البلاء والابتلاءات اللي بنشوفها. فرصه كمان ان احنا نغير سلوكيات جوانا، نلم الاسره، نقعد في البيت، نشوف صله الرحم اللي احنا قاطعينها، نتقرب تليفونيا. احنا مش هننزل طبعا نروح عشان لازم نقعد في البيت، لازم بنواجهها. على فكره ليها مساوئ كورونا، ومن الحاجات الكويسه اللي حصلت ان الاسره تقربت مع بعضها، بقوا يكلموا بعض، كانوا بيشوفوش بعض اخر النهار مثلا الاولاد ولا الاب والام، لا بقى في تقارب دلوقتي، بقى في الناس ما تزهقش يا جماعه من قعده البيت، بالعكس ليها فوائد كتير جدا. صله الرحم، جمع العيله، لازم نقعد مع بعض ونتكلم ونرجع الالفه والود مع بعض. بنتكلم عن الناس اللي بتاخد اجازه، يعني مش بنتكلم عن الناس اللي في ناس بتقدر في ناس بتنزل فعلا طبعا، تقعد ما تنزلش. لا احنا يعني اشتغلنا، لكن الناس اللي اشتغلنا في الايام العاديه بالظبط، احنا لينا وضع معين كده، العمل التطوعي يعني مشكورين بصراحه، دول يعني ايه جنود. كانت بتساعدنا استاذه نجلاء، طبعا دول جنود حاجه ثانيه خالص بالظبط. واستاذه نجلاء لها برضو باع في العمل التطوعي، مش عايزين نتكلم عن حاجه، ولكن بجد بس يعني اكيد يعني ليكي دور كويس جدا في التطوع. بتنزل تتطوع في بعض الجمعيات، اي حاجه فيها عمل خير هي مش بتاثر صراحه. طبعا ربنا يجزيك خير، ليها حق علينا طبعا يعني، فربنا يكرمنا ويكرمهم يعني. اكيد الاستاذ اللي كان بيسال عن رقم مباحث الانترنت، هو ممكن تتواصل مع اداره مكافحه الجرائم الحاسبات وشبكات المعلومات اللي تتواجد بالقاهره الجديده بداخل مقر وزاره الداخليه. الطريقه الثانيه ممكن الابلاغ عن الجرائم باستخدام الخط الساخن 108، الرقم 108 ده الخط الساخن بتاع الإبلاغ عن الجرائم والحسابات المسروقة. فحضرتك ممكن تتصل على الرقم ده وتقول لهم الشكوى بتاعتك، وهم أكيد أكيد هيقوموا بالدور اللي هيخليهم يرجعوا لك الحساب ويحفظوا كل حقوقك الملكية للأكاونت بتاعك. تعرضتي لحاجه يا هناء استاذه نجلاء عن سرقه الحسابات وكده؟ تعرضت كتير جدا يعني، كتير جدا، ادخل كل يعني فتره كده مش عارفه مين الله يعني مش عارفين نقول لهم يجازوهم خير. لا مش عايزين يجازوهم خير صراحه، انا مش بسامح اللي بيظلمني. ايه الفكره يعني، ايه الفكره ان انا ادخل اسرق اكونت واحط صور زي ما هو بيقول؟ طب انت عملت ايه؟ استفدت ايه؟ خلي بالك ان انت الانترنت بصراحه والهكر والحاجات ديت بتعمل سيئات جاريه يعني، انت الخوض في الاعراض وفي الحاجات الشخصيه بتاعه الناس حرام يعني، من اكبر الكبائر ان انت تخوض في اعراض الناس. الغل والحقد يعني، انت مش هتستفاد حاجه، عامل زي النار يعني بتحرق في الناس، في الانسان نفسه. اكيد طبعا شوية. اكيد اكيد. فللاسف الشديد هو محدش بيسيب حد في حاله كده بالبلد يعني. ومحدش زي ما بنقول، لا احنا بجد والله محدش بيحب الخير لحد، ودايما الحقد ده هو بيبقى عامل زي النار اللي بتاكل صاحبها. اكيد طبعا اكيد، يا رب يلطف. الحد اللي هو بيبقى ناجح طبعا بتبقى في بيبقى في البعض كده مثلا ما عرفش يوصل، بس ده قله الوازع الديني يعني. انا دلوقتي هاذي حد او اضره، طب ليه؟ انا هستفاد ايه دلوقتي بجد؟ انت ايه الفايده اللي هتعود ليك؟ هترضي غرورك؟ هترضي نفسك؟ طب ما انت ربنا بيحاسبك. يعني انت ناسي ربنا؟ يعني ازاي بنبقى ناسي ربنا في الموضوع ده؟ والله يا مي احيانا مش حاجات ناس، ده انا احيانا بحس ان هم مش معترفين بوجود اله يعني. ناس لا اله الا الله، ده الناس الملحده. ناس بتعمل فجر صراحه في المجتمع لدرجه ايه ده؟ هو الناس دي ناسيه فعلا ان في ربنا موجود يعني، بيقعدوا يستبيحوا اي حاجه، يتكلموا في اي حاجه ويستبيحوا يعني اللي يقال بيتقال، واللي ما ينفعش يتقال بيتقال برضه. فاللي هو في ايه بالظبط؟ في اي زمن وفي اي مجتمع. يمكن البلاء اللي احنا فيه دوت بسبب حاجات بعد الناس عن ربنا اللي هو يعني اهم حاجه ان احنا نرجع لربنا. ربنا يعني يتقبل صالح الاعمال يعني من الناس وكده. لما اجي اتكلم انت تعرضت لحاجه زي كده؟ تعرضت لسرقه اكونت او اشاعه اي حاجه زي اللي احنا بنتكلم فيه كده؟ كذب في حاجه عنك؟ اكيد كلنا متعرضين للحاجات دي. الحمد لله. اتصرف كان ازاي بقى؟ سامحتي؟ الحمد لله يعني ما فيش حاجه زي كده. يمكن من الحاجات اللي طب لو لا قدر الله انتباهي ان كان ليله النصف من شعبان، وكانوا في
يعني ان الله سبحانه وتعالى بيغفر لجميع الخلايا الا المتشاحن والمشرك طبعا. فاللي هو طب ما هو مين المتشاحن ومين يعني اسامحه في ايه؟ المتشاحن اللي هو الناس اللي بتخاصم بعض على الفاضي والمليان. لا على الفاضي ده اوكي. انا ابقى زعلانه منك وانت صاحبتي فانا لكن ما يجيش واحد يخوض في عرض يخوض في كل حاجه. لا حرام طبعا المتشاحن ويقذف وحاجات كتير جدا وفي الاخر تيجي تطلب مني ان انا سامحه. لا انا مش هقدر اكيد ربنا. أنا ممكن اكلمك يا هناء عن حاجه وترد عليا فيها؟ لا ده في حاجه كمان لازم تعرفوها. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يغفر بيغفر للحاجات اللي خاصه بربنا بيسامح فيها. لكن حقوق يعني انا الناس قصرت طبعاً في الصدقه قصرت في الزكاه قصرت في الصلاه قصرت في الصوم ده ربنا اللي بيغفره او بيغفر إنما ايه المشاحنات. استاذه نجلاء لو انت تعرضتي معلش اكمل بس الحته اللي انا بقولها ربنا بقى ما بيغفرش يعني. في اللي هي اذيه او ظلم الناس لبعضها ما بيغفرش الا اذا العبد نفسه سامح. طالما العبد نفسه مش مسامح ربنا مش بيغفر. نرجع نسال استاذه نجلاء تقدري تسامحي حد اذاكي في يوم من الايام او ضرك او عمل اي حاجه ضدك تقدري تسامحي كده من جواكي ويبقى قلبك ابيض؟ انا هقول لك حاجه يعني هو بس بصراحه يعني قولي لنا بصراحه بصراحه ربنا موجود يعني تقدري هو تسامحي؟ ربنا ربنا هو اللي بيبقى موجود يعني انت لو رديتي عليه هيزيد فانت ربنا موجود يعني ربنا ما هو اللي صح دايما في حاجه كويسه هيجي لك وقت هيجي لك وقت في معلش كده نتكلم كده نقول ايه بالعام شويه دايما لما الناس المنتقده دي بتيجي تهاجم او تنتقد ففي واحنا قاعدين كده حد صديق قال لي جمله كويسه جدا اللي هو لو احنا كل كلب بيهوهو معلش يعني في الالفاظ في الشارع وهنمسك طوبه نرميها عليه فبعد كده الطوبه هيبقى بفلوس صح؟ فاحنا هنديله قيمه. احنا بنقول دايما يعني الشجره المثمره لا يضرها الحصى يعني يعني ما ينفعش كل حد هيقول لنا كلمه نروح نرد عليه. طيب احنا كده بنقلل من نفسنا ايه لازم طبعا لان احنا حلقتنا وشكت على الانتهاء بندر قبل ما نختم لازم نشكر طبعا استاذ حمدي احمد. عايزه تقول حاجه اتفضلي يا نجلاء. الف مبروك على المنصب الجديد حضرتك احنا بنبارك بنتكلم عن مواجهه الشائعات يعني الحمد لله ربنا كرمني وبقيت عضو مجلس امناء مدينه السادس من اكتوبر ان شاء الله. عقبال حفله كبيره بقى يا جماعه ان شاء الله تستاهليها بصراحه يعني تورته وهديه استاذه تورته وحضرتك اوكي ان شاء الله خلاص بتمنع المغرب عادي يعني جدا يعني مفيش عندي اي مشكله بجد خلاص ولو في اكل وعزومات انا بقبل برضه العزومه عندك في الزهنة تمام مش هو اللي هعزم؟ لا مش هعزم فالله يبارك فيكم ألف مبروك حبيبتي ألف مبروك ربنا يبارك لكم يمكن أنا تعرضت لانتقاد كبير جدا وهجوم وكل الكلام كان غير صحيح والحمد لله احنا ما بيهمناش الكلام يعني احنا دايما دايما بنقول إن احنا بنعمل حاجة أو الشغل بتاعنا لكن ربنا هو اللي هيحاسبنا مش الناس أنا أتمنى الناس لما تيجي تنتقد تنتقد على عملي إن أنا مثلا قدمت الحلقة ما كنتش كويسة فيها المقال اللي كتبته في الجورنال ما كانش حلو او ينقصه بعض الالفاظ او المصطلحات اللي دي حاجات تحاسبي عليها المفروض ان ما كانش جيد المقال الخبر مش صحيح ده اللي انتقد فيه لكن تنتقد مثلا في اسمي تنتقد في شخصي تنتقد في حاجه مش عاجباك فيا شخصيا لا ما هو ده مش انتقاد الخدمات العامه والخدمات اللي الانسان بيعملها الميدانية هي بترد عنه للأسف الشديد هي بترد عنه. وهي حلقتي خلاص انتهت فأنا كان لازم قبل ما انهي الحلقة معذرة إن أنا لازم أشكر أستاذ حمدي أحمد مدير الإعداد في القناة طبعا احنا كلنا بنشكره أستاذ محمد رمضان طبعا وأستاذ مين أستاذ جمال محمد أستاذ جمال بنشكره طبعا وأستاذ الشاهد وطبعا أستاذ عبد الحميد جميع العاملين مدير إدارة القناة طبعا نوجه لحضراتكم جميعا الشكر توفيق لازم اشكرهم وطبعا وفي نهايه الحلقه لازم نشكر ضيفتنا الجميله استاذه نجلاء مغوري عضو هيئه مكتب امانه شؤون المشروعات بامانه محافظه الجيزه حزب مستقبل الوطن نورتنا بجد النهارده ربنا يكرمك ميرسي جدا تسلمي يا حبيبتي شكرا لك جدا حبيبتي يعني لازم اشكرك جدا طبعا وطبعا دايما منوراني وانا سعيده انا بحبها على الرغم ان هي مش احنا يا اخويا بس هي احنا دايما بنكمل بعض يا جماعه مكملين لبعض اكيد اشكركم مشاهدينا واستنوني في حلقات تانية ان شاء الله كتير ستات دوت كوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام